نفس ورياكي سنت كل الوالد أولس تلاقي اسم معنى الحكمة يخصب نادم النادي يسوني يسقاسم ديالي دوسان هاي دوسان طوزان أولا سألك من الجوول أشكو يكادي الجوول إيا أوزاك موت سيدي حموطار سيدي حموطار الحمد لله الحمد لله الحمد لله لقى دور اللي غلي خرب أكي مسخر بيش كيف يا وصير هل ميجانا لا 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 يدانا هم كني أي فغن في نظام فغن في مال فغن في حواش كني وتصرح ما تحشم ولا تسكر تنهرة وزا لا 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 هم غادي راجعوا هاني سجرا دور جاز سيستار يساك جرانا غدوه نالا قزم تارك راني أنا رتاد قواد إف كاتي منسي إنك سير روحنا في المسجدة قال الأخبار والصفرح لنا إنا قال الزمزم طغزان. السلام عليكم دريس تامونت فنان مسرحي أمازيغي مغربي 100% احنا هنا في القاعة دار ثقافة الحجب تحية كبيرة للناس ديال دار الثقافة لا من التقنيين ولا من الإدارة اللي بطبيعة الحال قدموا لنا واحد المجهود كبير وقدموا لنا الظروف الكاملة باش نقدموا هذا العرض المسرحي المتواضع اللي هو كيتكلم على واحد المجموعة ديال الشخصيات في التاريخ ديالنا اللي من كانوا شعراء وفنانين كبار وكانوا مناضلين ومجاهدين للاستعمار خصوصا منهم بن زيدة اللي تقتل هو في الساحة ديال الغناء للأسف أن الشباب المغربي ما تعرفهمش وهنا حول هذا الأستاذ اللي كتب هذه المسرحية وذا الإخراج ديالها رحمه الله السي عبد الله أزاد كيف قال نفضوا عليهم شوية ديال الغبار لعل وعسى الناس اللي يشوفوا هذه المسرحية يحاولوا يبحثوا على هذه الشخصيات يعرفوا شكون هما وشنو قدموا لهاد البلاد حتى يكون الشاب ديالنا يعرف الوطنيين والناس اللي حربوا والناس اللي جاهدوا ومن هنا الشاب حتى هو غتربى في الوطنيه لان للاسف الا شفنا الشباب ديالنا ما بقاتش ديك الوطنيه الحره اللي غيموت لك على البلاد بحال مثلا عمر وهروش اللي جا قدم راسه في مثلا قربان لناس اخرين كيهضر باللسان ديال ناس اخرين وما كيهموش انه يموت ولا يمشي للحبس وغادي نحاولوا ان شاء الله في التصوير ديال التلفزيون ان شاء الله الرحمن الرحيم ندخلوا فيها واحد الربط بين الفقرات بالدارجه اللي غادي باش نحاول نكسبوا يعني الشعب المغربي كامل يفهم مقصود من هذه المسرحيه حنا ماشي مقصود منها غير نضحكوا فعلا الضحك هو الملحه ديال الاعمال وحنا كنديروا مجهودنا بزاف ووزاره الثقافه مشكوره بالدعم ديال هذا العمل لان لو ما كانش وزاره الثقافه قدمت هذا الدعم للمسرحيه ما يمكنش نزوروا مدينه الحاج مدينه مولاي ادريس الزرهون ومهرجان ديال اكادير نشكر بعدا عيد الحجب للجمهور النص اللي في الحقيقه ايوز نسن الفرقه غير اللي تيتسن تاتيان توكاس تبيت تخدم سمحنا المهم رسالة تابرات لابد 300 لتر نكني هيا غسيس تنميرت السلام عليكم الكرموس محمد أمنتاج الممثل اللي تسلم ايت مثلا اللي دغيا حدا نغسد غير مدينة الحجب القاعة دار الثقافة الحجب اللي دغيا قماتنا ابراهيم الشيخ قماتنا دريس تامونت قماتنا محمد بن همو اللي قماتنا عمر ابو بكر غسان قدمت المسرحيه للجمهور اللي دانا حاضر غير مدينه الحجب صيك اللي يسران المهم في شي جنار تصان فهمنا نسني فهمنا تنمرت نسن تنمرت اللي دخلوا حاضرين غسان الرئيس عمر ني وكيد داخل ني تحواش لا ني مزديان الا الضبيط هذاك ني تمام غطم استغراض هتحوش هذاك تكلو مارك هي انا مزروي دو مارك وفولكي سرحتها غنيكني توكس العرضه هويا ها
الضريبة هي فلوس هي قليل هي غرضاي مدينة سخنة اللي خشينا نعمر إذن تنميرتك اللي تظنين في الحقيقة يقوت ووال هي البحور ورتيني كلا الشهور تيزلا تمارا تقاب الدات ونظر غير لي فلا غير لانكني يعني هاتين سكر الدوقار تشو معيت للمسرح هاتي تلاقي غير سقاسن هاد في سقاسن يعني ورست نسرس وسرست نسرس نسي بدا تشو معيت هاد نغدا القنديلة المسرح هرت نسل كامية يتماتنا غير لي كلو لان غليت كل نكاس المسرحيه نيت غليت نك يعني مكناس ولا اكادير يتبها بيقرا بن سليمان غصد هيا غ الحجب يعني دريت متنا امازيغن المغاربه اذا نشكر كلهم ماني كان توكاس نضمني كان نفوس اي زيغيز وسيسات نقدم زكون المسرح الامازيغي المغربي اذا كنت شكرتك لي ضنين يعني سل الحضورات نغدا سل المسرحيات سل المناسبه المسرحيه المخرج النسا والكاتب النس يعني السي عبد الله اوزاد الله يرحم ربي التوالى ربي صرحمته تحت المسرحيات كيف الغيا وزازو ازداين وردازازو المسرحيه وردازازو الاخراج نغدا الاخراج الاستاذات اللي كانوا كما تنغلي الدنزري 25 عام وسكاس يعني يقفل غير وزازو إشقان ولكن الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون تنميرت نون أيتمتنا غينا كل حضر مراتي الحجب ورا كل أيتمتنا غلي حضرين غل مسرح تنميرت نون أيز شكرا